Hello, my dear students, and welcome to this lecture. Today, in fact, we have Unit 4, which is entitled Family and Friends. In this unit, we are going to talk about how to use some possessive pronouns like our and their, how to use possessive s, how to use has and have, and we will get a review concerning the alphabet and their how to spell and read them correctly. So first let us start with the starter. في الستارتر عندنا هذا هو الشارت. هذا الشارت you have to and you have to complete this chart. هذا الشارت عبارة عن شنو؟ عبارة عن الحقل الأول الأفقي، المربعات الأولى أفقيا، هذه هي ضمائر فاعل. I, you, he, she, we, they. الحقل الثاني هو ضمائر تملك، يعني مثلا ال I ضمير فاعل، إذا أريد أسوي ضمير تملك يصبح my. مثلا ضمير الفاعل I أقول I am reading a book or I read a book. لكن إذا أريد أعبر عن ملكيتي للكتاب راح أقول We will say, this is my book. This is my book. واضح الفكرة؟ Again, ضمير الفاعل you, the subjective pronoun you, will becomes يصبح your book, your pen, your book. He, for example, he is clever. لكن إذا أريد أعبر عن ملكية شيء معين لهذا الشخص راح أصير his pen his car. okay she تصبح her we تصبح our well they تصبح their. هذا chart تكمله you have to complete it then you have to memorize it. okay هذا chart مطلوب من عندكم. إذا لحد الآن تعلمنا one way of expressing the ownership or the position of something. تعلمنا طريقة من الطرق that we can use in English اللي نقدر نستخدمها باللغة الإنجليزية للتعبير عن ملكيتنا أو ملكية الآخرين أو امتلاكهم لشيء معين، وهي باستخدام ضمائر التملك. ضمير التملك زائد اسم الشيء الذي نملكه أو يمتلكه الآخرون. يعني مثلاً My book. My ضمير تملك زائد اسم الشيء اللي نريد نعبر عن ملكيتنا إليه. Her car. Her car. ضمير تملك her plus زائد بعدها شنو عندنا؟ عندنا car. car اللي هي شنو؟ اسم الشيء الذي نريد أن ننسبه للhair لفتاة معينة أو شخص معين. أوكي؟ فضمير تملك زائد اسم الشيء الذي نريد أن نعبر عن امتلاكه أو امتلاك الآخرين له. هذه سجلتوها عندكم، إذا سجلتوها عندكم ملاحظة إنه الطريقة الأولى حتى نعبر عن ملكية شيء معين هي استخدام ضمير التملك بلس اسم الشيء الذي نريد أن نعبر عن ملكيته. الطريقة الثانية هي استخدام البوزيسيف اس، استخدام اس التملك، فسجلوها يمكم. نوت نمبر 2 الملاحظة الثانية نمبر 2 باستخدام اس التملك البوزيسيف اس بين قوسين، وهي عبارة عن اس مسبوقة بكوما نضيفها إلى الاسم الصريح. يعني مثلا نقول أليز بوك ليلاز كار. أوكي نضيفها للاسم الصريح للشخص وبعدها اس مسبوقة بكوما وبعدها اسم الشيء الذي نريد أن نعبر عن ملكيته. Now let us read this passage. خلونا نقرأ هذا الباسج عن آن تايلر ونتعلم شوية how to express position اللي راح تعلمنا شلون دي يستخدم أو يعبر عن الملكية. Look, this is Anne Taylor. She is married. انتبهوا هنا هذه الاس ليست اس تملك. ليش؟ اول شيء مضافه للضمير وهي اختصار لاز. She is married.
ما نريد نعبر عن ملكية شيء معين، هنا اختصار الإز. لو كانت استملوا كان مفترض أن تضاف لاسم صريح ويأتي بعدها اسم شيء وليس فعل. شلون تميزون أس التملك عن أس الفعل؟ أس التملك تضاف للاسم الصريح ويأتي بعدها اسم شيء، اسم شيء مملوك. أما الأس هذه أس مسبوقة بكوما اللي هي اختصار الإز الأوكسيلاري فيرب الإز، هذه يأتي بعدها فعل. فمن تشوفون بعدها فعل قولوا هذه اختصار الإز، هذه اختصار لإز. أوكي now let us continue، خلينا نكمل. and this is her family، this is her family، look her، فهنا استخدم ضمير التملك her، her family، استخدم ضمير التملك her زائد اسم الشيء المملوك اللي هو her family، هذه عائلتها. their house again استخدم possessive pronoun، their house is in London، she's a doctor، she's a doctor، هي شنو؟ she is a doctor. again هذه اختصار ل is، هذه linking verb is، she is a doctor يقدم لنا وظيفتها، she is a doctor. فهاي الحالة الثانية انه عندنا is plus الوظيفة اللي تعملها، يعني مرة يجي بعدها فعل او قد تأتي الوظيفة نقدم الشخص وظيفته، she is a doctor, she is a teacher, he is a student. okay Anne's hospital، هذه هنا possessive s، ليش؟ لأن يعني أضيفت للاسم الصريح وبعدها أتى اسم الشيء المملوك. Anne's hospital is in the center of the town. Jim is Anne's husband. Jim is Anne's husband. هنا أيضا عندنا possessive s. هنا is a bank manager. هنا اختصار ل is وليست possessive s. ليش؟ لأنه يقدم وظيفته. He is a bank manager. Jim's office، هنا possessive s، هنا اس التملك. Jim's office is in the center of the town too. اوكي وواصل، هنا نستخدم مرة ثانية our، استخدم possessive pronoun our children are Emma and. اوكي وعلى هذه الشاكلة you have to read this passage، تقرون هذه القطعة وتحاولون انه تستنتجون how many way he uses to say or to express the ownership of something، حتى يعبر عن الملكية. Now let us move to the grammar spot. شوفوا بالجرامر سبوت عندكم she's married، she's a doctor. هنا يعلمكم انه هذه الاز اللي هنا هي اختصار الاز، اس الكوما بلس اس هي اختصار الاز. قبل شوي نبهتكم عليها. This is her family. This is Anna's family. نانا هذه هي اس التملك، تضاف للاسم ويأتي بعدها اسم الشيء المملوك. His و Jim's office. Her و Emma's school. ليعلمكم شلون تستخدمون اس التملك او ضمائر التملك للتعبير عن ملكية شيء معين. Now let us move to the next page. Okay, let us move to page 27، صفحة 27. عندكم يحكي على Anne's brother has and have. هنا أيضا حيعرفنا على ال has وال have as another way to express or as another way to express ownership or to express let us to say position. يقول لنا اكو طريقة أخرى ممكن أن نستخدمها، طريقة ثالثة نستخدمها حتى نعبر عن ملكيتنا لشيء معين، وهي استخدام ال has وال have. ال has مع ال he وال she وال it، وال have مع ال you وال we وال they وال I. For example I have a car. He has a car. Okay؟ إذا شباب we have three main ways to say that or to express position. عندنا ثلاث طرق حتى نعبر بها عن الملكية. الطريقة الأولى نستخدم ضمير التملك ال possessive pronoun plus
the name of the thing that we want to express the possession of. نستخدم ضمير تملك زائد اسم الشيء المملوك. الطريقة الثانية هي استخدام possessive s، استخدام s التملك التي تضاف للاسم الصريح زائد وبعدها يجي اسم الشيء المملوك. الطريقة الثالثة استخدام has و have، has و have. اوكي، فهذه يضيفوها بملاحظاتكم. And let us see this practice. Number two, are the sentences true or false? هاي المفروض تقرون القطعة هذه وتشوفون هل هذه الجمل صحيحة أم خطأ. أنتوا طبعا عندكم بالكتاب تختلف الشخصيات والتسميات، لكن بأي حال هو يريد يعلمكم فقط شلون تعبرون عن الملكية. شوفوا الجرامر سبوت هنا عندكم. Complete the forms of the verbs have. I have. You have. We have, they have. هذه مع إذن ال I وال you وال we وال they نستخدم have. He has, she has. إذن مع ال he وال she نستخدم has. أوكي؟ قبل ما ننتقل للجرامر ريفرنس صفحة 124، ألبس أنبهكم. شوفوا هذا البراكتس، شوفوا هذا البراكتس الموجود عندكم page 28 صفحة 28. Complete the sentences use have or has. طبعا هو المفروض نقرأ هذه القطعة وبعدها نحل. I have two brothers and a sister. شوفوا استخدم have للتعبير عن ملكيتنا، عن ملكية هذا الشخص لي أخ واثنان وأخوة و لأخت وأخ. My parents dash a house in the country. إيش راح يصير؟ Have a house in the country. My wife has a Japanese car. My sister and I have a dog. You have a very nice family. Our school has 15 classrooms. We have English classes in the evening. Okay? فين هذا يعلمنا شلون نستخدم ال have وال has. شوفوا اللي بعده. Match the questions and answers. How is your mother? She's very well, thank you. What's your sister job? What's your sister job? Okay, she's a nurse. How old are your daughter? How old are your daughters? They are 10 and 13. Who's Pedro? Who's Pedro? Okay. من هو Pedro? He's a student from Madrid. Where is your office? Where is your office? It is in the center of the town. It is in the center of the town. What's your surname? شنو يعني سيرني؟ هو اسم العائلة. سميث، سميث. اوكي، again here we have checked tick correct sentence. نخلي علامة صح امام جملة صحيحة. مثلا Mary's children are married. لو Mary's children are married، لا اكيد الجملة الاولى لا، لان هنا استخدم اس التملك. Number two, what's your daughter name؟ لو what's your daughter's name؟ Kid, what's your daughter's name? What's his job? Lo, what's his job? What's his job? بالأصح. They are from Germany. Lo, they are from Germany. They are from. فالأولى. Their parents have a house in Bonn. Their parents have a house. لا أكيد الثانية هي الصحيحة. Their parents have. My brother have a good job. لو my brother has a good job. أكيد has الثانية هي الصحيحة. We have a lovely teacher. لو we has a lovely teacher. لا أكيد الأولى هي الصحيحة. We have a lovely teacher. Okay. أريد من عندكم أيضا أنه you have to practice reading
تقرون هذا الباسج الخاص بي ماي فرينس أنتونيا، وأيضا تستنتجون الطرق اللي استخدمها حتى يعبر عن الملكية. يعني بعض الصور تختلف بكتابكم عن الكتاب الموجود عندي، لكن البيسكس الأساسيات هي نفسها. عندها أتابع معكم بالنسخة اللي هي مثل كتابكم. The alphabet، يعني يمكن هسه إذا أشوفكم الألفابت يمكن راح تستغربون، راح تقولون إحنا هسه في هذه المرحلة الدراسية ونشوف الألفابت أمامنا. يعني بالحقيقة هو موضوع جدا مهم، لأن أكو بعض الأساسيات أو الشغلات البسيطة لكن لابد إنه ننبه عليها. هنا أنا شوفنا الإنجليش ألفابت capital A و small a b c d e f، يعني you have to have a look، اخذوا لكم نظرة عليها، شوفوا طريقة الرسم الصحيح لها، واللي يهمنا هي كيف ألفظها بصورة صحيحة. يعني شوفوا a a e a i o a، اوكي. فلازم نفهم الطريقة الصحيحة، يعني you have to practice how to pronounce these in fact alphabets correctly، شلون نلفظ هذه الانجليش alphabets بصورة صحيحة. طبعا هي matter of practice، هي عملية ممارسة. هنا مرة ثانية دا يعلمنا شلون نكتب الاسم الأول واسم العائلة، هذه تعلمناها سابقا، يعني آن تايلر، وهكذا جربوا تكتبون أسماءكم، أوكي؟ وشوفوا شلون راح تستخدموا your first name and surname، أوكي؟ أيضا أنبهكم لما تكتبون الإيميل أدريس، هاي شغلات ممكن تحتاجوها بحياتكم. شوفوا هذه الآت، هذه دوت لما نكتب إيميلنا، هاي كوم، هاي كو، هذه اليو كي، يو كي يعني يونايتد كينجدوم، سي اي يعني كندا، اوكي. يعني يو هاف تو باي اتنشن. شوفوا هذه هنا، اف يو هاف تو رايت ا بزنس كارد، اذا احد راد من عندكم انه تكتبون بزنس كارد، هاف كونفرسيشن وذ ا بارتنر فروم ذا بانك ا هوتيل ا سبورت سنتر، هنا تكتبون النيم، بعدين الادريس، رقم التليفون F A X هي الفاكس مالكم، الإيميل، يعني هذا شكل البطاقة لتعرفكم عليه.